السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بدا نكح تاني. لاباس عليكم. اليوم جيت لكم بوصفه جديده، جيت نشارك معكم الغديوه ديالي اللي هي دجاج معمر بالشعريه الصينيه، قزبر، معدنوس، شويه ديال الكفته، الزيتون والحامض مصير، والعطريه اللي كتشوفوا، زيت العود، الملحه، شويه الهريسه، التحميره، بزار، زرعه ديال القزبر مطحونه، مطرد وخرقوم. هاد الدجاجه كطيب في الكوكوت بلا ما، هادي تشوفوا المراحل كلها اللي نصور لكم. كطيب في الكوكوت بلا ما الا ولكن بشرط خاص تكون عندكم البوطه، كتنقص مزيان، كتبقى فيها نقيطه، ماشي غير كتنقص بشويه، لا كتبقى فيها نقيطه لمده تقريبا ساعه الا ربع. من بعد كتحلولها، كتلقاوها طلقات الماء ديالها، وكتجهدوا عليها البوطه شي شويه وكتخلوها تكمل طيابها الماكسيموم ساعه، ساعه وربع كتكون طايبه فتيه مزيان. هي هذيك غادي تقولوا لي علاش الكفته، نقول لكم عادي الكفته ممكن نعمرها باي حاجه اخرى، ممكن نديرو شامبينيون، ممكن نديرو كبده، انا ما كناكلش الكبده علاش كندير كفته. كاين اللي كيعمرها بالفرماج والسومو، داك السومو فيمي اللي كيكون تتخلطيه مع الفرماج ومع العطريه وهذا، وكتعمري به دجاجه ولا كوكلي ولا اللي عندك. انا عندي هنا دجيجه صغيره ما وصلش حتى كيلو ونص، واخا كتبان في الصوره كبيره ولكن هي صغيره. غادي ندوز نشوف علاش نحط تليفوني، لان قلبت حتى عيت على التريبي ما لقيتوش. وندوزو للطريقه ديال التحضير. دابا نبداو على بركه الله. غادي ناخذو هاد البول هذا، غادي ناخذو الشعرية الصينية كي نديروها فيه، مطش كيبان لكم شي حاجة ولا لا، غير قبل على هادشي وصافي. المهم كنديرو الشعرية الصينية، كنديرو شوية ديال القزبر أو معدنوس. كي قلتلكم إلا كاين الشومبينيون ديروه تا هو راه زوين. كنديرو كفتة، كفتة راه كطيب بطبيعة الحال مع الدجاج، راه كطيب محتاجوش نطيبوها. وكنديرو الزيتون والحامض مصير. حتى الا عندكم الحامض عادي اعصرو، انا ما عنديش داكشي اللي كان عندي، كنت درتو في غسلت به الدجاج صافي ما بقاش عندي. كنديرو شويه ديال الزيت بلديه، ومن بعد غادي ندوزو نديرو شويه شويه من العطريه. غنديرو شويه ديال الهريسه بعدا، غادي نستغنى على البزار انا محال نديرو باش انا ما كناكلش الحروم بزاف، يعني غنكتفي غير بالهريسه. غادي نخليها على جنب حيت غنحتاجها في الدهين ديال الدجاجه. من بعد غنقول لكم باش نهني العطريه او شنو هو سميتو باش غادي ندهنو، شنو هي زعما ديك لاصوص اللي غندهنو بها الدجاجه. كذلك المطرد غنخليو على جنب حتى هو غادي نحتاجو من بعد. كناخدو خرقو، درنا البزار بلاش، اللي كيبغي الحرور يدير البزار، يدير البزار ويدير الهريسه ماشي مشكل. كندير تقريبا معلقه صغيره ديال التحميره حتى هي غنحتاج من بعد غنحطها هنايا. وكنديروا مليحه، كنديروا غير شويه ديال الملح لحقاش دايرين الزيتون المالح، ودايرين هذا الحامض مصير. بالنسبه للكفته راه شرملتها،
باش نكون واضحين، شرملتها بشويه ديال الربيع، بالزيت بلديه، بالملحه، بالكمون، بالبزار، وبهذا هاد القزبر يابس. يعني راه مشرمله مزيان كلشي وحده. صافي دابا غادي ندوزو نعجنو هاد الشرموله، نخلطوها. كيف قلت لكم اللي كياكل الحرور يكثر الهريسه، يدير البزار، ما عندوش مشكل انه ياكل الحرور. انا لا ما تناكلوش بزاف، ولكن مع ذلك درت واحد الشويه. الحشوه لكم كامل الاختيار، ديروها باش ما بغيتو، غير المهم تقدروا هاد الدجاج ديروها خاويه الا بغيتو، ماشي مشكل. ديروا كاع الحشوه، كتشدو الدجاجه كتشرملها كتحطوها في الكوكوت، كتنقصو ليها، ما كديرو لها لا ما لا زيت لا حتى شي حاجه، وكطيب. هذاك الشيء علاش سميتها دجاج طايب بلا زيت بلا ما. هاد الفكره انا كنت ديجا درتها في شحال هادي، في واحد المنتدى كنت كاع شاركت فيها، في واحد المسابقه في المنتدى، كانت عجباتهم بزاف، شحال واحد جربها وعجباتهم. اذا نعمرو دابا الدجاج، ما عرفتش كيبان لكم، كنعمرو دابا الدجاج مزيان. هذا مزيان تعمر. كيجي مزيان في هكا في الدجاج صغيور، حسن من الدجاج كبير، باش حتى يطيب مزيان ويجيش الصدر ديالو قاصح ويجي والو، وما ياخدش لكم بزاف ديال الوقت. هانتوما راه كنعمر وكنضغط، كنضغط مزيان حتى نكمل هاديك الشرمولة ديالي كلها. بغيتو تخيطوها نتوما خيطوها، ما بغيتوش فكتكتفيو غير ب انكم تسدو الرجيلات وصافي. انا هما داكشي اللي غادي ندير، غادي نسد هاد الرجيلات. بغيتو تخيطوها، بغيتو ديرو الكيردون، بغيتو لي بغيتو، انا كنكتفي غير هكا. كيجي زوين حتى للضياف، الى جاتكم الضياف تبغوا ديروا بحال هكا دجاج، دجاج مشوي مع الخضره، مع السلطه زعما. تقدروا ديروه في الكوكوط كيف ما تقدروا ديروه في الكسكاس يفور ومن بعد كتدخلوه الفران يطيب، كيف ما تقدروا تلويوه في البابي كويسون وبابي الومنيوم وكتدخلوه للفران ديريكت يطيب ديريكت في الفران، ومن بعد كتحلو عليه حتى كيتحمر. اذا غادي ندوزو دابا للشرموله باش غادي ندهنو الدجاجه ونجبد الكوكوط ونرجع لكم. الدهن ديال الدجاجه بقى ما جبدت الكوكوط ما عليهمش. بالنسبه للدهن ديال الدجاجه غادي نحتاجو تقريبا جوج معالق ديال الزبده صغار ولا معلقه كبيره، ولا على حسب الكميه اللي عندكم ديال الدجاج، مع واحد الثومه مدرس ديال الثومه محكوكه، وشويه ديال الزعفران الحر. ها هو شي شويه المهم، الا ما عندكمش الزعفران الحر تقدروا ديروا ديك الضويمه ديال الزعفران، ماشي مشكل. عرف شحال ماشي مشكل زعما. وغادي نديرو شويه ديال الهريسه، غير شويه ماشي بزاف، اللي كياكل الحرور كثر الهريسه معليش. غادي نديرو شويه تاع التحميره غير من اللون وصافي. ومن بعد شويه ديال لا موطارد، تمام شويه ماشي بزاف.
غادي نزيدو شويه تاع الملح. المهم اللي بغى يديرها في الكوكوت كيف قلت لك خاص العافيه تكون نقطه ماشي عافيه نبيله ولا عافيه، خاص تكون نقطه باش تقدر ديك الدجاجه تطلق الماء ديالها. في حاله اذا عرفتوا البوطه ديالكم ما كتنقصش مزيان من الاحسن ديروا شويه تاع الماء، غير داك شويه الماء اللي زعما يبقى حتى بين ما تطلق الدجاجه الماء ديالها. صافي هانتوما هكا كندهنوا الدجاجه ديالنا بهاد لا مارينار ولا شو سميتها هكا. تقدروا ديروا الزيت اللي ما بغاش يدير الزبده يديروا الزيت، شتو راه غير هكا كيف قلت لكم تقدروا تدخلوها الفران ما تحتاجوش كاع ديروا الكوكوط. انا كتعجبني الكوكوط علاش؟ حيت كتخلي اللحم ديال الدجاج فتي بزاف رطيطه، والفران ثاني كيقصح شو شويه. المهم انا كل مره وهي مره ندير فران مره ندير كوكوط، كل مره وهي مره كسكاس. بحال دابا الا كانوا جايين عندي الضياف بزاف كنفضل نديرها ندير حيت كندير بزاف مثلا كندير كسكاس. كندخل هنايا تحت الشمطه وندير هنايا بالنسبه للحشوه كي قلت لكم كاين اللي غادي يدير كفته كاين اللي ما يديرهاش، كاين اللي يدير غير داك القشيوشات ديال الدجاج كبده قنصة قلب يكتفي غير بهادو كيديرهم وصافي. يعني يخلطهم مع الشعريه الصينيه الشامبينيون مع الزيتون الحار ديك تخرج كله صافي ويديرو. انا دابا غادي نديرها في الكوكوت ديكم كوكوت بلا ما بلا زيت بلا حتى شي حاجه ما فيها حتى شي حاجه. غادي نحطها فيها ونشعل عليها، غادي نحطها على الصدر ديالها ونخليها طيب واحد تقريبا واحد ساعه على الروب. غادي نزيد لها غير هذا الشيء اللي شاطه التبصيل تنزيد فوق الدجاجه ومن بعد كتحلو عليها وكتبقى كتلقاها فيكم الماء، وفي هذيك اللحظة اللي كتطلق الماء كتزيدو تجيبو العافية وصافي. أنا غنوريكم دابا في الكوكوت، هانتوما كي كتشوفو ما فيه لا ماء لا زيت لا حتى شي حاجة. كنسد عليها وكنخليها، ولكن العافية كتكون مهيلة مهيلة نقيطة نقيطة بزاف. يلا نخليكم كي قلت لكم الا شفتوا راسكم خفتوا تحرق ولا شي حاجه ديروها في الكسكاس ولا ديروها في الفران حسن. الدجاجه ديالنا طابت درتها في الفران تحمر تقريبا خدات مني ساعه ديال الوقت. مع كي قلت لكم عندي دجاجه صغيره بزاف ما وصلش يمكن كاع كيلو ونص. غادي نرافقها بهاد السلطه اللي عندكم ديروها، انا عندي غير بطاطا خيزو البيض هو اللي درت، كاين مايس كاين اي حاجه عندكم ممكن ديروها، الكورنيشون البروكلي لا كاين حتى هو كتفوروا ولا كتسلقوه المهم اللي عندكم ديروه. انا درت بطاطا خيزو والبيض غادي نخلطها بلا مايونيز ونرافقها مع الدجاجه. المهم ملي تحمر غادي نوريها لكم ونوريكم الطبق النهائي ديالها. صافي هي الغديوه ديالنا واجده، تحمرت الدجاجه مزيان في الفران. هذه ديك المريقه اللي بقات من الدجاجه اللي تقطرات منها بقات في الكوكوط، سخنتها حتى هي رافقتها اللي بغى يغمس والشليضه ديالي وصافي. الله يجعل البركه، اللهم ديمها نعمه وحفظها من الزوال. نتمنى تجربوها وغادي تعجبكم، غديوه صيفيه خفيفه كتجي زوينه بزاف، مزيانه زوينه حتى للضياف الا جا عندك الضياف وتقدر ديري واحد زعما جوج دجاجات ولا ثلاثه ولا على حسب الضياف اللي عندك شحال. فكتجي زوينه وتقدري ترفقيها بجميع الخضار، تقدري ترفقيها بزاف ديال الحاجات. يلا تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم، بصحة غداكم الا كنتو كتغداو ولا كنتو كتعشاو، بصحة عشاكم. السلام عليكم.